متجددة لكم مستمعين أينما كنتم وإيانا على السماع لأثير أجيال. نحن وإياكم في أولى اللقاءات الخاصة وعبر أجيال لهذا اليوم الأحد الخامس من أذار للعام 2023، معكم من الهندسة الإذاعية والإخراج رمز القيق، وفي الإعداد والتقديم نجاح مسلم. لنا وقفة مع المعلمة الفائزة بأفضل صانعة محتوى على فيسبوك، المعلمة أسماء مصطفى في مدرسة حليمة سعدية الأساسية من قطاع غزة. أستاذة أسماء، يسعد صباحك. صباح الفل. يسعد صباحك أستاذة نجاح، وصباح السادة المستمعين جميعا. أهلا وسهلا فيك. طبعا هذه الجائزة ليست الأولى لك، نتحدث عن أيضا فوزك بلقب المعلم العالمي لعام 2020 من مؤسسة KS Education Award في الهند في نهاية أكتوبر تشرين الأول من العام 2020. ولكن فيما يخص هذه الجائزة، طبعا بداية مبارك لك، ألف مبروك. أهلا وسهلا فيك. السياق الذي جاءت فيه هذه الجائزة؟ بداية أشكر استضافتك أستاذة نجاح ودعوتك عبر راديو أجيال الصوت الفلسطيني الذي يعتبر جسر بين فئات الشعب الفلسطيني المختلفة، ووجه عبر أثيركم تحية لشعبنا وأهلنا في الضفة الغربية. هذه المنافسة هي ليست الأولى التي أنافس فيها كمعلمة، ولكن هذه المرة نافست على صعيد اجتماعي، وهي جائزة اجتماعية، وكنت بنافس النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من كافة شرائح المجتمع الفلسطيني. لكن بالعادة وفيما سبق دائما مسابقاتي التي أخوضها تكون مخصصة للمعلمين، وتديرها أنظمة التعليم ومؤسسات تعليمية متعاونة مع وزارة التربية والتعليم. هذه المرة المنافسة مجتمعية برعاية جوال وبالتل وبالم ميديا، ينظمها نادي الإعلام الاجتماعي. واسمح لي أوجه لنادي الإعلام الاجتماعي تحية عبر أثيركم لتنظيم مثل هذه المسابقات الهادفة التي تعزز تنوع المحتوى الرقمي الفلسطيني، وتدعم باتجاه أن يكون المحتوى هادف وإيجابي ومؤثر وبعيدا عن العوامل المنتشرة حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لمن لا يعرف المعلمة أسماء مصطفى، ما هي طبيعة المحتوى الذي تقدمينه؟ نعم، أنا نافست عن منصة الفيسبوك، اخترت الفيسبوك لأنه الأكثر انتشارا وشيوعا وتداولا بين فئات الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني حاضر على الفيسبوك أكثر من المنصات الأخرى. بأنشر المحتوى التعليمي، وهذه منطقة المعلم وميدانه أن يقوم بنقل التجربة من داخل الغرف الصفية إلى مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر تأثيرا ووصولا إلى المجتمع المحلي. بنشر فيديوهات تعليمية بسلط الضوء فيها على بعض استراتيجيات تعلم نشط. كنت قد نشرت أو أصدرت كتاب 45 لعبة لتعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، فأنا بالفيديوز بصور من داخل غرفة الصفية بعض مقاطع قصيرة لأنقلها إلى زملاء المهنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا المجتمع المحلي ليكونوا على اطلاع على جهد المعلم الجبار الذي يبذله في الميدان مع أبنائنا الطلبة. وبتعرفي أنت المجتمعات تنهض إذا تم نهضة المعلم، وإذا تم دعم المعلم. إذا أردت أن تبني مجتمع فابدأ بالمعلم. نعم، هو تعزيز المعلم مهم وتسليط الضوء على جهده مهم. أنا بعتبر هذه الجائزة أو هذه المسابقة من دواعي سروري إن أنا أنافس فيها لكي تسلط الضوء على الجهد الذي أقوم به ممثلة بذلك عشرات آلاف المعلمين زملاء المهنة في فلسطين. بدي أقول لك إنه المحتوى اللي بقدمه عبر صفحتي على الفيسبوك منوع من فيديوهات وصور ورسائل. طبعاً خلال حديثك لكل عم بتابعونا فيسبوك مباشر عم بيشاهدوا بعض الفيديوهات بخصوص طبيعة طريقة التعليم. تفضلي.
أشكرك. بهتم جدا بتعزيز طالباتي من خلال صفحة الفيسبوك، وبدي أذكر لك طرفة بسيطة عن طالباتي. أحيانا لما بعزز طالبة بصورها وبدعمها وبحفزها، طبعا بلاقي كل مجتمعها وعائلتها بتشجعها على الكومنتس، وبينتشر الفيديو دعما لهذه الطالبة، وخاصة الطالبات التي بحاجة إلى دعم، ومن هن من ذوي الهمم ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. بأرى دعم المجتمع المحلي. في اليوم التالي بصيروا الطالبات بيتنافسوا وبيتسابقوا على مين تلفت انتباه المعلمة، لكي تقوم المعلمة بتعزيزها بنفس الطريقة، صحيح. وتقوم المعلمة بنشر شيء عن هذه الطالبة. فأنا بشعر هنا إن أنا فعلا عملت شيء للطالبات، وهو الدعم المعنوي والنفسي. واسمحي لي أقول لك إنه الدعم المعنوي للطلبة هو أهم بكثير من تاليه، لأنه كل ما سوف يتلو هذه المرحلة هو مترتب على هذا الدعم من هذا النوع، خصوصا إحنا طالباتنا في قطاع غزة، يعني وضع خاص، محاصرين وبحاجة إلى الكثير من الدعم، خصوصا في ظل الاعتداءات المتكررة ما بين فترة وأخرى من قبل الاحتلال الصهيوني. نعم، وبنعيش فترات متأزمة وصعبة، ودائما نشدوا بعضكم. وأنا بعتبر أنه هذا اللي بقدمه لطالباتي هو نوع من الدعم، وهو واجب علي كمعلمة. طب بالحديث عن هذا الدعم اللي هو فعلا له أثر عميق في تكوين حتى شخصياتهم مستقبلا، تحدثت عن طبعا كتاب 45 لعبة، وهذه فرصة لتعميم الفائدة. لو تذكري لنا بعض ما جاء في هذا الكتاب. هذا الكتاب كان نتاج خبرتي بعد 11 سنة، وبدأت فكرته بثلاث ألعاب تربوية كنت تعلمتها في الجامعة الإسلامية. كان في اعتداء 2008-2009 على قطاع غزة، استمر لمدة 21 يوم، ورجعنا على المدرسة بعد كده. كنا بنعمل تفريغ انفعالي للطالبات بتعليمات وتوجيهات من وزارة التربية والتعليم، وكان مطلوب منا أن نضع المناهج جانبا ونهتم بالجانب النفسي. فكانت طالبة لحتى الآن بذكرها في كل لقاءاتي ومش منساها أبدا، قالت لي يا مس أنا مبسوطة أن أنا بلعب، وكانت من ضعاف التحصيل. قلت لها مبسوطة أنك بتلعب شد الحبل؟ لا، ما بسيطة جدا يعني. قالت لي إحنا ما عندناش ألعاب بالبيت، فاعتمدت هذا الأسلوب ليكون جزء لا يتجزأ من حصص اللغة الإنجليزية. حتى من ذلك الحين، من 2008 وحتى الآن، فكنت كل ما بجمع ببحث عن لعبة وبطور فيها وبخليها تتحور لكي تلائم تعليم مادة اللغة الإنجليزية لطالبات الصف الثامن والتاسع والعاشر، لأنه هذه المرحلة العمرية مرحلة حساسة، وأنا بهتم. يعني صار لي 15 سنة بعلمها، بتصور إن أنا صرت متخصصة في خصائص، فهم خصائص هذه المرحلة العمرية. جمعت كل خبرتي بعد 10 سنوات من مهنتي، أول 10 سنوات، صار عندي 45 استراتيجية، منها ما تعلمت على يد الآخرين في تدريبات قامتها وزارة التربية والتعليم، ومنها ما كنت أنا المبتكرة لها، ومنها ما كنت أنا المطورة عليها والباحثة لها. جمعتها ونسبت كل لعبة لصاحبها، وعممت هذا الكتاب عبر مؤسسة AKS Education، هي التي تبنت تعميم هذا الكتاب في 2020 عندما منحت لقب المعلم العالمي. أكيد نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. رسالة أخيرة بتحب أيضا تقدميها في هذا السياق بالنسبة للمسابقات للمعلم، جميعا، للطلاب، للأهالي؟ المنافسات اللي بيخوضها المعلم هي مهمة جدا، وترتكز على تسليط الضوء على جهده كدور ريادي وجهد كبير. رسالتي للمعلمين مزيدا من البذل والعطاء، مزيدا من الجهد، أنتم أعمدة هذا الوطن وأساس نهضة الأمم، وأنتم صناع العقول وبنات الهمم. المعلمون مهمون وهم الملهمون وصناع المحتوى الرقمي الهادف وغير الرقمي أيضا. أنتم عماد أعمدة هذا الوطن، استمروا. وللمرأة، ونحن مقبلين على يوم المرأة العالمي، أنت تسهمين بشكل فاعل في بناء المجتمعات. استمروا
وبارك الله فيكم وشكرا لك. مبارك لك هذا النجاح والنجاحات أيضا القادمة. شكرا لك المعلمة أسماء مصطفى في مدرسة حليمة السعدية الأساسية من قطاع غزة. وشكرا لكم متابعين على حسن المتابعة. لكم من كل التحية والمحبة من الهندسة الإذاعية والإخراج رمز القيق، وفي الإعداد والتقديم نجاح مسلم. اللقاء بعد قليل. لقاء الصباح.